مو لا تفتح لي شارع اختي. لك اخي مشان الله امشي، يلا امشي. ولي امشي امشي يا ماما. كرمال الله طير قد ما بتقدر طير. بس ما بدي افهم ليش. في واحد ازعر لحنها، انت بس امشي سريع. اذا لحاله انا بوقف لك اياه عند حده. لك اخي ما بدنا نتخانق مع حدا، سريع الله يوفقك. وينه وينه؟ أخي هي السيارة السبور اللي ورانا. سبور؟ وقف على اليمين ولا؟ صف على اليمين، صف على اليمين ولا؟ لا توقف، لا توقف، مشان الله لا توقف. شو بده منكم؟ لا لك واحد أزعر ما بده شيء. خليني أتفاهم معه، سيارته أقوى من سيارتي. وليه معه مسدس؟ أحسن معه الخلاك. مسؤول ما؟ لا شكله مو شكل مسؤول، هذا ابن مسؤول. هو اخذ نمرة السيارة ما هي؟ او ياخذها. شو سيارتنا هي؟ لا سيارتي. لا والله ليش تكذب؟ انا مستأجرها. معقولة ضايقني؟ ليش انت بتعرفنا؟ ما هو بده يعني قلنا مو الك. ان شاء الله مو خوف، بس رد بلا، انا ما بخاف غير اللي خلقني. ايدك عذبناك معنا. انتو ولايا وانا ضد اعلي الزاحلي، بعدين ما بحب سيارات سبور، بتنمل لي بدني. تفضل هي 500 ليره بتستاهلها. من شان شو هي؟ يعني عذبناك معنا وخاطرت بحياتك، تفضل. ولو انا ما باخذ منك الا على العداد، شو ماتت النخوه ببوس الناس؟ بعدين الحق معي، اساسا عم ندور على النخوه بس راجو فتيله ما عم نلاقيها. لو سمحت تاخذها، تفضل. لا تخليني احلف بالطلاق ما باخذ منك على العداد، علي الطلاق. خلص 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 اخي اقطع على العداد خلص. تفضل. يسلم ايدك. يسلم ايدك، شكرا. هدية بسيطة. شكرا. هي للأنسة فاتن. أنا ما بدي شيء. ليش هيك معذب حالك سيد برهان؟ لسه ما تعرفنا على بعض منيح. أنا بحكم على الناس للنظرة الأولى، بس كأنه الأنسة أنسة فاتن، أنت خايفة من شيء. وليش لحتى أخاف منك؟ هيك مدالي، ترى أنا ما باكل زلمة. شو صار بوظيفة فاتن؟ مو لأعرف منها شو الوظيفة اللي عم تفكر فيها. ما قلت لك إنه هي بدها. خليني أسمع منها. أنا بدي يعني أي وظيفة آكل منها لقمة حلال. أي وظيفة تاكل منها لقمة حلال مقدور عليها. قبل ما أنسى، يعني على ما فهمت أنه أنتم مستأجرين بيت بحارة شعبية. هو بيت على قدنا، بيت عربي وفي وحدة ساكنة معنا. رفيقتكم؟ لا نحن رحنا وسكننا معها، بس حتصير رفيقتنا، كل وحدة منا أخذ غرفة بالبيت. مبسوطين بهالسكنة؟ يعني لحد هلا ماشي الحال. أنا بتصور إنه البيوت العربية إلى محاسنها وإلى مساوئها. من محاسنها إنه هي شرحة ودافية بالشتاء وباردة بالصيف. طيب ومساوئها؟ مساوئها إنه ما فيكم تاخذوا راحتكم، لأنه الحارة الشعبية عقلية الناس اللي فيها بتبقى عقلية قديمة شوي. نحن شو بدنا بالعالم؟ نحن علينا من حالنا وبس. طيب إذا لقيتوا بيت مفروش من مجاميعه وبحي راقي مو أحسن؟ يا
حسرة منين؟ أنا عندي شقة مفروشة وما صار له المستأجر تركها شهر وما بدي منكم مصاري. لا لا سيد برهان هيك كتير. ومشان وظيفتك أنا سفقت. أنت قديش مفكرة يعطوكي راتب؟ قد ما أعطوني يعطوني، المهم أنا بتصوري إذا كفاكي حق أكل حق لبس ما بيكفيكي. أنا بشوف إنه بلا الوظيفة نهائيا، واعتبري راتبك خارجية مني كل راس شهر. لا فعلا لا سيد برهان هيك أنت. أنا وضعي المادي كتير ممتاز فوق الديلوكس، وهيك مبلغ ما رح يكسرني ولا حتى إيجار الشقة ولا أي شيء بيخطر على بالكم بالمستقبل. بقى شو قلتوا؟ لا خلي الكلام لناهد. يعني هي قصدها سيد برهان إنه نحن مو حمل كل هالكلام. ناهد أكيد بده مقابل هذا الشيء اللي رح يدفعه. عيب فاتين. معلش معلش خليها تحكي لي بلبة. لمعلوماتك يا أنسة فاتن، أنا مالي من الرجال يلي بيطعموا 9 لحتى ياكلوا 10، وإذا بدي دور عن نسوان النسوان على القفا مين يشيل. إذا صار نصيب بكرة وتعرفتي علي رح تتأكدي إنه برهان غير كل البشر اللي عرفتيهم. بترجاك ما تزعل سيد برهان. أنا مالي زعلان، بس كان بديها تتأنى شوي وما تحكم على الأمور من ظواهرها. نحن حكينا كتير، صار وقت الأكل. شو عنا؟ شو بتحبوا تأكلوا؟ تفضلوا تفضلوا. شيف غرفة الصفراء هون المطبخ فوق 3 غرف نوم، هون المكتب تبعي وغرفة القعدة. حبا تفضل. بصراحة تتهنى على هالبيت عمو برهان. تتهنوا انتو فيه. عجبك البيت يا أنسة سناء؟ عجبني؟ ايه مو معقول. وانتي يا أنسة فاتن؟ كتير حلو حلو. عمو برهان يعني نحن فينا نستعمل كل شيء موجود بالبيت؟ كل شيء بالبيت تحت تصرفكم. بس مو أجرة البيت قليلة شوي؟ شو بدي أعمل لك؟ أبوه لناهد من أعز أصحابي وهي أصرت أنه تدفع. بس ما يرجع ابنك قوام. لا اطمنوا مطول كتير. شو يا بنات تروحوا نجيب الغراض ولا مننام هون الليل وبكره منروح؟ انا برايي تروحوا تجيبوا غراضكم طالما البيت موجود. تقوم غراضكم كتيره؟ لا شوية تياب هيك وغراض يعني بيسعوا بالسيارة تبعي لاخدكم وجيبكم. معلش يا عمو برهان ما في داعي تعذب حالك، منروح بتاكسي نحن. على راحتكم، أنا ببقى بمر لعندكم كل يوم وبتاني لأطمن إذا كان ناقصكم شيء. ما بدنا شيء غير سلامتك عمو. ما بصير، أنتم مثل بناتي وطالما حتسكنوا ببيتي صرت أنا مسؤول عنكم. قبل ما تمشوا بدي أعلمكم شلون تشتغلوا الأجهزة الكهربائية بالبيت، تفضل. هلأ كأنه ولدنا من جديد.
لساتكم مصدقين؟ اكيد لساتنا عم نحلم. ما هلا بدكم تاجلوا لي حلمكم شوي، كل وحده تطلع على غرفتها وتضب ثيابها وتنزل، لانه اليوم بدنا نحيا للصبح.